صباح الخير، هنتكلم في موضوع مهم جدا النهاردة، هو ان ازاي اعرف انا بشرب مية كفاية طول اليوم ولا لا. هل انا فعلا باخد احتياجي من المية ولا لا؟ لان انا ممكن اكون بشرب مية بشكل كويس بس ما اديتش جسمي احتياجه من المية. طب ايه اللي بيحصل في الجسم لما المية بتقل؟ ده كله هنعرفه النهاردة. طبعا جسمك بيبتدي يبعت لك اشهارات او علامات او شوية دلائل كده ان انت مش واخد مية بشكل كويس، فبالتالي انت تبتدي تركز او تبتدي تنتبه وتحفظ الحاجات اللي انا هقولها دي، تقريبا 12 نقطة. اذا حصلت معاك واحدة او اتنين او تلاتة منهم فده يدل ان انت ما بتاخدش مية بشكل كافي. هشرح الاول كام نقطة كده قبل ما اقول ال 12 تنبيه او ال 12 علامة اللي الجسم بيبعتها. احنا عندنا المية بتشكل بالظبط من 45 لـ70% من جسم الانسان. تلتين المية اللي موجودة في جسم الإنسان موجودة جوه الخلايا، والتلت التاني بيلف في الجسم في الدورة الدموية، بيلف مع الدم أو في الأمعاء. لما أنت مش بتشرب مية بشكل كبير أو بشكل كويس، الجسم عاوز ينقذ نفسه أو حاسس بخطر فعاوز يعوض نفسه، فبيعمل نقطتين. أول حاجة بيقلل خروج السوائل فيبتدي يخزن سوائل جوه علشان يحمي نفسه، وتاني نقطة ان المية بتبتدي تتحرك من جوه الخلايا لخارج الخلايا علشان تعوض النقص اللي حصل في حجم الدم، لان حجم الدم طبعا بيتكون من المية. المية قلت فحجم الدم هيقل، فالدورة الدموية تبتدي تتأثر، فالجسم عاوز يعوض ده. طب النقطتين دول هيفرقوا معايا في ايه؟ لما انت بتشربش مية بشكل كبير زي ما قلنا المية تبتدي تطلع من جوه الخلايا لبره الخلايا، حجم الخلايا هيبتدي يقل وينكمش، حتى خلايا المخ، وده هيأثر بشكل كبير جدا. خلايا الجسم كلها تنكمش وتقل لان مش وصل لها مية طبعا، وهي بالعكس هي طلعت المية اللي موجود فيها، الدم مش وصل لها بشكل كويس او بشكل كافي. مع الوقت الخلايا دي هتبطل تبعت اشهارات للمخ ان انا عطشان، فالناس هتوصل في مرحلة، وفي ناس كتيرة كده يقولك انا مش حاسس بعطش برغم ان انا بشربش. دي النقطة الاساسية في الموضوع ده. طب تاني نقطة، ان لما المية بتقل في جسمك زي ما قلنا الدورة الدموية او حجم الدم اللي بيلف في جسمك بيقل، ده هيعمل ايه؟ ليه انعكاسات خطيرة بقى. انا هشرح النقطة دي وهي السبب في ال 12 علامة او تنبيه اللي جسمك هيبتدي يبعتهم لك، يقولك خد بالك انت مش واخد مية كويس، او خد بالك انت مش بتشرب مية بشكل كافي. جسمي بيبعت لك تنبيهات او اشارات، او انت تبتدي تلاحظ ايه اللي بيحصل في جسمك علشان تبتدي تفهم انت فعلا واخد مية كويس ولا بتاخدش مية بشكل كافي. زي ما قلنا لما حجم المية بيقل في الجسم، حجم الدم هيقل في الجسم، الدورة الدموية هتقل في الجسم. طب ده معناه ايه؟ ان انت الانسجة بتاعتك كلها مش وصل لها الاكسجين كفاية، الانسجة بتاعتك كلها مش وصل لها الدم كفاية. طب الدم لما بيوصل للانسجة او الاعضاء المختلفة ده بيعمل ايه؟ يبقى رايح طبعا محمل بالهيموجلوبين او للانسجه دي كلها، بيودي الاكسجين للانسجه دي كلها. تاني حاجه بيحمل المواد الغذائيه اللي هو بيمتصها من الاكل بتاعك للانسجه والاعضاء بتاعتك. فانت لو حرمت الاعضاء بتاعتك من الدم، يعني الدم مش هيلف كويس، فانت بتحرمه من الاكسجين وبتحرمه من المواد الغذائيه. ده هيبتدي ينعكس عليك بقى في هيئه امراض وهيئه انعكاسات خطيره هنشرحها كلها دلوقتي. دي اول سلايد عندنا النهاردة اللي انا شرحتها، اللي هو الناس مش بتشرب مية كويس ليه. زي ما قلت الناس دي مع الوقت جسمهم مش بيبعت اشارات للمخ ان خد بالك انا عطشان. ده اللي انا شرحته من شوية، ان المية لما بتقل في جسمك الدورة الدموية او حجم الدم بيقل، بيحصل هبوط في الدورة الدموية، ده هيأثر على كفاءة عمل كل الاجهزة، ان كفاءة الكلى كفاءة الرئتين هتقل، الضغط بتاعك هيرتفع وينخفض في الاول ويرجع يرتفع كردة فعل من الجسم، هيعمل لود حمل زيادة على القلب عندك، الاكسجين والدم اللي واصل للمخ هيقل، الجسم هيبتدي طبعا كمية العرق او التعرق اللي بتحصل وكمية البول هتقل، ده هيؤدي لتراكم السموم داخل الجسم. دي النقطة الاساسية، دي بقى اللي هتؤدي لل 12 عرض او 12 علامة او 12 تنبيه اللي جسمك هيبعتهم لك. تاخد بالك من النقطة اللي جاية دي كويس اوي. هيجيلك صداع متكرر وشعور بالدوخة وعدم تركيز، ممكن لون البول يبقى غامق قوي او اصفر داكن لان طبعا السموم متركزة فيه، وكمان هيقل عدد مرات دخولك الحمام. هيجيلك جفاف او ريحة مش كويسة في الفم، هيحصل طبعا جفاف في الجلد، جفاف في البشرة، جفاف في الشفايف، تقشير في البشرة، انكماش وترهلات بالجلد.
رقم 5 الامساك وعسر الهضم، هيجي لك شعور فجأة انك جعان برغم ان انت هتكون لسه واكل. الشعور ده جاي منين؟ انت الجسم سواء جعان او عطشان بيبعت اشارات للمخ، المخ مش بيفرق الاشارة دي جاية له منين، فانت بتكون واكل كويس قوي بس انت جسمك عطشان فقاعد يبعت اشارات للمخ، انت بتهيأ لك ان انت جعان فعايز تاكل، بس ده مش احساس حقيقي. الاحساس ده جاي نتيجة ان مفيش مية بشكل كويس في جسمك. هيجيلك احساس دايم بالتعب، هتحس ان انت تعبان، المفاصل بتاعتك تعبانة، هيجيلك الم وتشنجات في العضلات، الم بالمفاصل والعظم. لما كمية العرق تقل، وهتلاحظها حتى وانت بتلعب رياضة، هيحصل لك ارتفاع صغير في درجة حرارة جسمك غير الطبيعي، لان العرق مسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم. العين هتدخل لجوه ويحصل جفاف حوالين العين، بنسموها العين الغائرة. الارهاق المستمر، هتحس ان انت عندك خمول، مش نشيط، ما بتتحركش كتير. طبعا كله زي ما قلنا ان الدورة الدموية مش شغالة كويس ومفيش اكسجين واصل للاعضاء كويس. هيجيلك اصابات كتير بالامراض الموسمية زي نزلات البرد والحاجات دي. وكمان لما يجيلك المرض هيطول معاك قوي علشان تشفي. طبعا ان السموم متراكمة في جسمك جوه، وبرضه الدم مش بيلف كويس فمش بيغذي الاعضاء دي كويس، كرات الدم البيضاء اللي هي بتهاجم الميكروبات مش بتوصل للاعضاء دي كويس. بعد كده يحصل احتقان او احتباس للميه في المفاصل وفي الانسجه وحوالين العين. الاحتباس ده جاي منين او حبسه الميه ده جاي منين؟ زي ما قلنا الجسم بيحاول يدافع عن نفسه فبيحاول يخزن الميه مش بيصرف ميه. مع الوقت السوائل دي هتتراكم في المفاصل وهيجي لك زي هنا انتفاخات كده وانتفاخات في المفاصل بتاعتك. هيحصل الناس هتلاحظ ان ضربات القلب عندهم هتضرب بشكل متسارع او تسارع نبضات القلب، دي ردة فعل نتيجة ان الدورة الدموية لما بتقل ضغط الدم بيقل، بيحصل ردة فعل عكسية من الجسم انه بيحاول يزود ضربات القلب ويحاول يعلي ضغط الدم. في نقطة بقى انا عاوز انبه عليها في الاخر، ان احنا كدورنا نعمل ايه؟ ناخد بالنا من الاطفال الصغيرين والناس كبار السن، الاتنين في احتياج شديد للماء. الأطفال الصغيرين بيلعبوا كتير قوي فمجهودهم كبير جدا، وزي ما قلنا كل واحد بيختلف عن التاني على حسب مجهوده، فده الطفل محتاج ميه كتير لأنه بيعرق كتير وبيبذل مجهود كتير. كمان الطفل طول اليوم بيلعب مش مركز، يعني هو مش هيركز وياخد باله هو بياخد ميه ولا لا. كبير السن في البيت حركته قليلة، حركته ليميتد شوية، مش بيتحرك كتير، ما بيشربش ميه، بيخاف حتى انه يقوم يروح الحمام فبيقلل شرب الميه. فلازم احنا دورنا نفكر الاتنين دول. لو انت لاحظت اي نقطة على نفسك من ال 12 نقطة اللي انا قلتهم دول، فاعرف ان جسمك عنده جفاف وانت مش حاسس او مش مشخص حالتك صح. ممكن تكون انت قاعد تلف على الاطباء وتعمل تحاليل وفحوصات نتيجة اي عرض من اللي انا اشتكيت منهم دول، وانت مش واخد بالك ان العلاج في ايدك انت، العلاج في ازازة المية اللي موجودة في الصورة دي. تبدأ من النهاردة، ويا ريت كلنا نبدأ وناخد قرار من النهاردة، الناس اللي مش بتشرب مية كويس او مش بتاخد كفايتها من المية، ان النهاردة هيكون يوم تغيير في حياتهم، ان احنا نبتدي نشرب ميه بشكل كويس ونبتدي نزود جرعات الميه بالتدريج. طب الناس تعود نفسها على الميه ازاي؟ ابدا اشرب بالتدريج، حط مثلا 5 6 ازايز زي دول جنبك، الزم نفسك فيهم. طب الناس ما بتحبش طعم الميه كده، حط معاها اي فليفر، اي حاجه طعمها حلو، حط معاها ليمون، حط تنبيه في حاجه اسمه درينك ريمايندر موجود على الابلكيشن، ممكن تنزله ويرن لك كل ساعه انك هتشرب. حدد لنفسك كمية مية الزم نفسك بيها طول اليوم. اهو المهم بأي طريقة تحاول تعود نفسك او تتعود على شرب المية، ده شيء مش بالمزاج او شيء مش اختياري، حياتك كلها وصحتك كلها متوقفة على شرب المية. فياريت من النهاردة ان شاء الله كلنا ناخد قرار، الناس اللي مش بتشرب مية كويس او مش واخد كفايته من المية كويس يبتدي يزود المية ويبتدي يشرب مية. بإذن الله يكون الفيديو مفيد ليكم، واسف على الاطالة بس انا كنت عاوز اشرح بالتفصيل. كان معاكم الدكتور ياسر من صفحة انسبكشن.